سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذا السؤال أيها الأحبة من أخت فاضلة تقول: رزقني الله ببنت أو ابنتين، بنت بعد بنت يعني، أو بنت بعد ابنتين يعني أصبح لديها 3 بنات، وكنت أعلم أو أحلم بأن الله يرزقني ولدا ذكرا يعني، فأصبت باكتئاب بعد أن أنجبت هذه البنات 3، فبماذا تنصحني؟ أحبتي في الله، القضية لا تحتاج إلى سؤال ولا جواب. الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار لك أخي الحبيب، أختي الفاضلة، يختار لكم ما يصلحكم، يختار لكم الخير. أنت عندما تذهب إلى الطبيب، هل أنت تعلم اسم الدواء؟ هل تعلم ماذا ستفعل؟ الطبيب ينصحك بعملية جراحية أو بدواء معين أو بشيء معين، إجراءات معينة. بحكم ثقتك بهذا الطبيب أنت تثق به فتتركه يختار لك العلاج المناسب وتتبع التعليمات، مع العلم أن الطبيب قد يخطئ وقد يعطيك دواء خاطئ، ولكن رب العالمين لا يخطئ. فالله عز وجل عندما أخبرنا قال سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا، بدأ بالإناث، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، قال: ويجعل من يشاء عقيما. حتى العقيم ربما لو جاءه ولد سيكون من أهل النار والعياذ بالله، فالله عز وجل أكرمه وجعله عقيما. طيب هذه البنت هل هي مخلوق أم ماذا؟ هي مخلوق. طيب هل أنا أرى الغيب؟ النبي عليه الصلاة والسلام له حديث يقول: من أمارات الساعة أو اقتراب الساعة، يعني من علامات اقتراب الساعة، إذا بر الرجل صديقه وجفى أباه وأطاع زوجته وعق أمه. بالعكس، أنا أفضل أن يكون لدي 10 بنات إناث أفضل من أن يرزقني الله بولد عاق أموت قهرا بسببه مثلا. فظاهرة العقوق تنتشر اليوم وهي بين الذكور أكثر بكثير من الإناث. على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم حدد الرجل يعني يطيع زوجته ويعصي أمه. إذن من علامات الساعة أن تكثر ظاهرة العقوق الأبوين وعقوق الأم. فالبنت هنا رحمة تكون في هذا الموضع أو في هذا العصر، تكون البنت رحمة لأبويها. والنبي وعدنا إذا أحسن الإنسان تربية ابنته، لأن البنت أيها الأحبة الأنثى معرضة للمخاطر أكثر من الرجل، معرضة لكل أنواع الذنوب والفساد وغير ذلك. فإذا ما حفظتها وعلمتها وحفظتها القرآن و يعني علمتها على الحياة الكريمة وعلى الأخلاق الحسنة، على احترام الآخرين، على حب الناس، على كذا على كذا، هذه البنت ستكون في هذه الحالة أفضل من 100 ذكر، وستنتفع بها في الدنيا وفي الآخرة. فلماذا يحزن الإنسان؟ يعني هذا الأمر يجب أن ندركه أحبتي في الله. ثم نحن نعلم أن النبي الذي جاء بمعجزة جاء من امرأة اسمها السيدة مريم، والسيدة مريم عندما ولدتها أمها
نذرتها لله سبحانه وتعالى، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فهذه المرأة العظيمة السيدة مريم أفضل من مليون رجل مشرك أو غير مؤمن، لأنها أنجبت نبي عظيم جدا هو السيد المسيح عليه السلام. وبالتالي المرأة يمكن أن تكون أفضل بكثير من الرجل في كثير من الحالات. طيب أنا لا أعلم، ما الذي يدريني؟ الله هو الذي يختار لي. لاحظتم أيها الأحبة، الولد هو هدية السماء، هدية الله لي، لا يخلق ولد إلا بأمر الله. على فكرة إذا أراد الله أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء، وإذا أراد ألا يخلق هذه النفس والله لو اجتمع الكون لا يتم الخلق. فما دامت هذه الأنثى خرجت للحياة وكبرت، معنى ذلك أن الله أراد لها أن تكون موجودة وأن تعيش، وسيكون لها دور في المستقبل، وهي هدية الله. نوع الهدية، أنا حقيقة عندما يأتيني شخص أترك له الخيار، أقول له أنت اختار نوع الهدية التي تحب. حتى في مجال المشتريات إذا ذهبت لتشتري شيئا تبحث عن إنسان خبير ليختار لك مثلا سيارة، يختار لك منزلا، يختار أي شيء، تلجأ إلى خبير في كل شيء. طيب أنت في موضوع الولد ليس لديك، من هو الخبير؟ هو الله. يعني هل يستطيع أحد اليوم لو ذهبت إلى طبيب، لو ذهبت أي امرأة إلى طبيب، هل يستطيع أن يقول لها هذا الولد سيكون صالحا وسيكون بارا وسيكون كذا كذا؟ لا يعلم، هو لا يعلم هل سيعيش أم سيموت، لا يعلم، الطب لا يعلم شيء أيها الأحبة. يقول لك لديك ولد ذكر أو أنثى، هذا أقصى شيء يمكن أن يتنبأ يتوقعه، أما التفاصيل حياته لا يعلم. من الذي يعلمها؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لطيف بي يرزقني ما يصلحني، خبير بحالي لا يهبني إلا ما يعينني على هذه الدنيا وصعوباتها ويضمن لي الحياة الآخرة. ولكن الإنسان أحيانا ينكر ويجحد ويرفض هدية الله سبحانه وتعالى ويعترض على هدية الله. الذي يعترض ويحزن أن جاء أنه رزق ببنت، هذا إنسان حقيقة يجب أن يراجع إيمانه بالله سبحانه وتعالى، يجب أن يعيد نظرته لله. أنت كإنسان إذا جاءك صديق بهدية ما تستحي أن تعترض عليه، فكيف برب العالمين، رب الكون الذي يعلم السر وأخفى، أعطاك هذه الهدية وحدد لك النوع المناسب وهو الأنثى أو الذكر، تقول أنا أعترض وأريد الذكر وكذا؟ إذن نحتاج أيها الأحبة إلى مزيد من المعرفة بالله عز وجل، ونحتاج أن ندرك أن الله لا يهبنا إلا الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وفي آية أخرى عن النساء أيضا، على فكرة القرآن فيه سورة اسمها سورة النساء، ولا يوجد سورة اسمها سورة الرجال إكراما لهن. والقرآن أمر الرجل أن يعاشر المرأة بالمعروف، ولم يأمر المرأة بنفس الأمر، قال وعاشروهن بالمعروف، ولكن عندما كان الحديث للمرأة ماذا قال؟ قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أما الرجل يجب أن يبذل جهدا ليعامل هذه الأنثى بإكرام، كما قال النبي استوصوا بالنساء خيرا. لذلك الآية الكريمة عندما قال الله تعالى فإن كرهتموهن وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن، والخطاب للرجل، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربما تكره أنت هذه المرأة أو الزوجة، ولكن الله هيأ لك خيرا كثيرا أنت لا ترى. لذلك ينبغي أن نثق بالله وننتظر الخير من الله. ربما أخي الحبيب، أختي الفاضلة، ربما هذه الإبنة لديك ربما بسببها ترزقين بزوج لها أو بصهر لك يبرك أكثر من 100 ولد. لذلك يعني لا ترفض عطاء الله ولا تعترض ولا تناقش، قل الحمد لله واستبشر بفضل الله. والله تبارك وتعالى إن أراد أن يرزقك الولد الذكر غير عاجز، وسيرزقك إياه في الوقت المناسب. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.